السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا مساءك عندنا. معانا النهاردة فضيلة الدكتور صلاح الجمل، ومعانا بنت من بناتنا ندى عبد الخالق. أهلا بفضلتك يا مولانا، وأهلا بك يا ندى في برنامجنا. بما أننا النهاردة في شهر رمضان الكريم، شهر النفحات والبركات والأدعية الدينية، النهاردة معانا فضيلة الشيخ والدكتور صلاح الجمل، النهاردة هيسلك صدورنا بالأدعية الدينية. وأول حاجة بنسأله الدعاء إيه قيمته في الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم، لا من غير المي، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. فأنت عايز إيه أكبر من كده؟ يعني الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم فضل بشر بالنصر، ومع ذلك وأخذ بالأسباب، ومع ذلك وقف يدعو الله حتى سقط رداءه. فالدعاء ده سلاح مهم مهم مهم، هو الباب لله سبحانه وتعالى. مش انت بتقف على الباب وبتدعي؟ طيب يبقى لازم يكون في باب، فتقف على الباب وتدعي. هو التذلل والمعصية لربنا سبحانه وتعالى بالدعاء، يعني ان احنا نتذلل. وفي اوقات للدعاء يا مولانا، هاخد الشق الاولاني من السؤال. اتفضل. من الحتة اللي حضرتك الجميلة اللي قلتها، اتفضل، اللي هي الذل لله سبحانه وتعالى. يعني نفسي اعرف اوصل للناس ان الذل ده مش الذل اللي هو العبوديه الرقه الحاجات دي، لكن انما احساسك بنعمه الله سبحانه وتعالى عليك، احساسك بقدره الله سبحانه وتعالى، احساسك بان ربنا ده هو اللي انشاك، هو اللي خلقك، هو اللي متوليك. يعني مش عايز اقول انت اعظم حاجه ربنا سبحانه وتعالى خلقها. فدخولك لله سبحانه وتعالى من باب الذل، قال الإمام ابن القيم: وجدت أبواب الله كثيرة والناس عليها كتير. ما فيش إلا باب الذل هو اللي لقيت الناس فيه قليلة، فدخلت من باب الذل فكان الوصول إلى الله أقرب. الله. فالذل لله هو خشوع لله، هو خضوع لله، هو رغبة لله، هو رهبة من الله، هو أن الله يراك، هو ده الذل. في حديث فيما معناه بيقول أن الدعاء مخ العبادة. نعم. يعني مع أن أنا يعني إيه، الدعاء هو كل العبادة، يعني هو التذلل ورجوع الإنسان لربنا سبحانه وتعالى في وقت الانكسار، حتى في وقت الشدة، وقت ما يكون حتى في أعلى المراكز بتاعته، أما يدعي ربنا يعني ويجيب المضطر، وفي وقت الإضطرار الدعاء هو كل العبادة. انت قلت كل حاجة دلوقتي. ما هو الإنسان من غير مخ ملوش قيمة. يعني تخيل إنسان ليس له عقل. طب استاذن حضرتك في الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد أشهد أن
محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرجع لفضلتك دكتور، حضرتك نرجع للدعاء، وإن الدعاء مخ العبادة بل العبادة كلها. الدعاء له وقت معين إن الإنسان يدعي فيه ربنا، في وقت مستحب مثلا للدعاء؟ وبداية أنت تعرف أي وقت، زي ما حضرتك قلت وتفضلت في البداية، أنت مضطر، عندك مشكلة، عندك طلب، عندك رجاء ملح عليك، موقف، فتدعي ربنا. لكن طبعا في أوقات يستحب فيها الدعاء، زي دلوقتي بعد الأذان، بين الأذان والإقامة، في السجود يستحب الدعاء، وقت السحر ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فده من الأوقات الفاضلة، الأوقات، وأنا بسميها الأوقات الذهبية، اللي هي وقت السحر، عند عند الإفطار، عند الإفطار، ده شيء جميل جدا، تستغفر ربنا قبل الفطار، وتجي عند الفطار كده مع أول يعني لقمة تدخل جوفك، تكون قبلها ذكر الله أو الاستغفار زي ما أنت قلت، وبعدين بترطب لسانك بذكر الله، فداخل جوفك الدين والإيمان وحلاوة الإيمان وتذوق الإيمان، ثم بتنهي الوجبة بتاعتك بتقول الحمد لله، وفي هناك أعظم من الحمد. خلي بالك، الدعاء يجب على كل الإنسان أن يبدأ الدعاء بالثناء على الله، لأن التعريض بالثناء يكفي في العطاء. التعريض بالثناء، التعريض بالثناء يكفي في العطاء. يعني ايه التعريض بالثناء؟ يعني من ذكرني في نفسي، في نفسي ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه.
اللي بيذكر ربنا سبحانه وتعالى كمان بيبقى أفضل من اللي يسأله. لأن ربنا عالم حاجتك أولا. الله سبحانه وتعالى يحب عبده اللحوح. الله سبحانه وتعالى يحب أنك تتملقه، مش التملق بتاعنا هنا، التملق بتاع ربنا، باب ربنا. ما هو أنت لازم الأول، قصة الدعاء ده قصة جامدة جدا، لازم تاخد بالأسباب اللي ادها لك ربنا. ما هنا مولانا هو ربنا سبحانه وتعالى حتى في القرآن الكريم هو بدأ القرآن الكريم بالدعاء وأنهى بالدعاء. يعني أولنا الفتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة بالله، الثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم الثناء، نعم يعني والهداية يعني بالفتحة. ونهى بإيه بقى؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. الإعازة هنا أنت في رمضان، في رمضان يعني عارف رمضان؟ اتفضل. في رمضان آيات الصيام شهر رمضان بعدها على طول في النص، وإذا سألك عبادي عني وبعدين أحل لكم ليلة الصيام. يعني في النص في نص قد إيه أهمية الدعاء اللي هو السؤال بتاعك الأول. فإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي، وإذا عني سألك عبادي عني فإني قريب. جت فين دي؟ فإني ما فيش حاجة في النص بقى. لا أنا أقصد أقول إن أهمية الدعاء جاءت في الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على، وبعدين تقول شهر رمضان، وبعدين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وبعدين أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وإن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يبقى صيام صيام، ولكن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما فيش أي وساطة ما بين العبد وربه، ده إلا الآية دي بالذات. ما فيش أي وساطة. يسألونك قل، يسألونك قل، لكن في دي مفيش، ما فيش وساطة ما بين العبد ورب. طبعاً التزلل وإن هو يمسح وجه الله سبحانه وتعالى، منتهى التزلل في الدعاء لربنا سبحانه وتعالى إن احنا ندعيه. صحيح. وحاطين في قرارات نفسنا إن هو ربنا هيستجيب. دي أهم نقطة حضرتك قلتها دلوقتي، اللي هو الركن الثالث. يبقى بتبتلي بالحمد وبالثناء لله سبحانه وتعالى، تخش له من باب التزلل والخضوع، يكون عندك يقين، يقين بالإجابة، يقين بأن الله سبحانه وتعالى حتى لو الإجابة مؤجلة. ما هو أنت خلي بالك يعني إيه، مش أنت اللي بتدير الكون، الذي يدير الكون الله سبحانه وتعالى. أنت تطلب، اتوافق على الطلب بتاعك. فضل. الناس فهم غلط. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. خلاص أنت دعيت، إحنا استجبنا الدعاء، وافقنا يعني، خلاص وافقنا. بس التنفيذ إمتى؟ مش بتاعتك، تنفيذ بتاعت اللي خلقك، هو اللي عارف. يا اما ينفذ لك فوري، وده حصل في مواقف كتير جدا، ناس كتير جدا. وانا واحد من الناس والله، تنفذ فوري، وفي يتنفذ لك بعد سنه، وفي يتنفذ لك بعد 50 سنه، وفي يتوجه لك للاخره. لماذا؟ لانك سالت الكبير، سالت الملك، مالك الملك، فهو عارف مصلحتك فين، فبيعمل لك مصلحتك. يبقى لازم الناس تفهم، وأنا واحد منهم، نفهم برضو كلنا، نذكر بعض، إن حينما تدعو الله سبحانه وتعالى الله وافق على طلبك، لكن وقت استنفيذ لله سبحانه وتعالى. وإلا لو كل واحد حضرتك دعا اديني فيديله، اديني، بقينا احنا المتحكمين. حاشا وكلا، الحكم لله، الحكم والقرار لله. إنما احنا اللي بندير بقى. اديني فيلا اديك فيلا، اديني طيارة اديك طيارة، بعد عني ده يقتله، يقوم يقتله. لا مش ممكن، لا طبعا مش ممكن. ولو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ممكن ينزل لك مثلا الدعاء بتاعه، بس ربنا اعلم بكل حاجه، بمصلحتك، بمصلحه الانسان، بخير، بالخير، بالخير، مسبب الاسباب. على فكره يعني الله يحب عبده اللحوح، الله يحب ان تساله، الله يغضب اذا لم تساله. لكن في حاجه مهمه جدا، لازم يكون اكلك طيب، مطعمك طيب، عشان الأول الطلب بتاعك يتوافق عليه. لازم يكون مطعمك طيب. الآلة اللي بتطلب بقى الإيه؟ الآلة لازم تكون صالحة الأول. طبعا طبعا. ما الآلة لو الآلة أو الماكينة مش مظبوطة في الطلب بتاعها، مش هتشتغل، مش ما خلاص مقطوع. يعني الإرسال مقطوع. أيوه عجبتني الآلة دي. هيبقى الإرسال مقطوع. أيوه. فلازم يكون مطعمك طيب، وتروح لربنا سبحانه وتعالى هو يكرمك. بس في حاجة برضو لازم تشتغل. يعني ايه اشتغل؟ يعني تاخد بالأسباب وتعمل. إذا الأسباب نفدت
ده شرط من ربنا. نرجع لرب الأسباب. لأن الأسباب دي ما هو اللي وضعها لك ربنا. بعت لك السبب ده، بعت لك السبب ده، بعت لك السبب ده عشان تطرق هذا الباب وتطرق هذا الباب وتطرق هذا الباب. كل الأبواب دي طرقتها وما عملتش، أنت بتاخد بتطرق كل الأبواب ثم تتوكل على الله وكأن الأسباب لا شيء. نرجع لمسبب الأسباب بالدعاء. الله سبحانه وتعالى. طب نسمع دعاء من حضرتك كده. من الأدعية اللي حضرتك بتسلك صدور العالم الإسلامي كله بيه. اتفضل. والله احنا كلنا يعني الجائحة طالعة يعني واخدة موجة عالية، فنسأل الله ان يا رب الكرب عن الأمة كلها. اللهم ارفع الوباء عن مصر. اللهم لك الحمد يا ربنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم النبيين. يا نهيب بجلالك يا ربنا أن يمسنا الضر، فارحمنا يا ربنا. نهيب بك يا ربنا أن يمسنا الضر، فاكشف الضر عن مصر يا ربنا. نسألك يا إلهنا أن ترفع البلاء والوباء عن مصر يا الله. نسألك يا ربنا أن ترفع الوباء والبلاء عن أمتنا. فهمنا يا ربنا أن الدنيا لا شيء ولا تساوي عند جلالك جناح بعوضة، فاللهم قنا فتن الدنيا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. قنا فتن الدنيا يا حي يا قيوم. كم أذلت عزيزا وعزت ذليلا، قنا فتنتها يا حي يا قيوم. إن جاءت بوصالها حطت بفصالها، قنا فتنتها يا حي يا قيوم. إن جمعت فرقت وإن راقت أراقت، قنا فتنتها يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. أعطنا منها ما تغنينا به عن فتنتها يا حي يا قيوم. لا تجعل أيادينا سفلى بالاستعطاء، واجعلنا عليا بالعطاء يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. قنعنا منها بالقليل ويسر لنا كل عسير يا حي يا قيوم. أخرجا من قلوبنا واجعلها في أيدينا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. أقم بلادنا على العمل بالإسلام الصحيح.
الصحيح وارزقنا علما يروينا وزدنا تقى يا الله زدنا تقى يا أذقنا حلاوة الإيمان أذقنا حلاوة الإيمان أذقنا حلاوة الإيمان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد الحمد لله يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليك يا عالم الهدى ونور الدجى سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. حضرتك أسلكت فعلا صدرنا بال الله يكرمك الله يتقبل إن شاء الله بالدعاء ربنا تقبل منا ومنك آمين رب الدعاء يا رب العالمين آمين يا رب آمين. معنا بنتنا ندى عبد الخالق النهاردة عايز حضرتك تسألها بعض الأسئلة نبين قدرات على فكرة ندى حفظت القرآن وهي عمرها 5 سنوات أحسن مني أه؟ أحسن مني بكتير يعني إزيك يا ندى الحمد لله انت حفظت وانت عمرك قد ايه حفظت وانا عندي 2 ونصف بدات الحفظ وانت عندك 2 ونصف اتمت حفظ القران في وانت عندك كم سنه 5 سنوات مين اللي كان بيدفعك وبيساعدك على الحفظ امي وابي طيب فضلت الشيخ اسالك بعض الاسئله اتفضل يا مولانا انا حفظت عندي 9 سنين فانت افضل مني بكتير بسم الله ما شاء الله عليك يعني أنا هسألك علشان أستمتع بالقراية بتاعتك مش عشان أختبرك قولي آخر آية في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله ما شاء الله آية حصلة على جوائز عالمية قدمت في مسابقة إيه العالمية المسابقات اللي انت دخلتها دخلت في مسابقة العالمية وحصلت على المركز الأول في على مستوى العالم ودخلت في مسابقة وزارة الأوقاف وحصلت على المركز الثاني على مستوى الجمهورية اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي ربنا يبارك فيكي ليكي إخوات بيحفظوا القرآن؟ نعم عندك من الإخوات؟ عندي أختي واحدة حفظت القرآن الكريم كاملا وهي عندها 5 سنوات ونصف 5 سنين ونصف وعد برضو أختك عندها 5 سنين ونص حفظت القرآن كامل طيب انت حافظه يعني ايه عن مين عن المتون عن المتون مين اللي حفظك فضلت الشيخ بقى اللي هي مين اللي حفظك يا استاذه الابله امل فهمي دي مدرسه في حضانه التوحيد الله حلو جدا مش كتاب يعني ولا حاجه طب ما بتروحيش كتاب بعد الابله الاستاذه امل دي احنا بنحفظ في الحضانه احنا بنحفظ في الحضانه كانهم بيدينا كتبات نحفظها وبعد ذلك يشرحون لنا الله حلو يعني اذا القران اللي بتحفظيه انت عارفه معانيه الله يشفي رائع جدا ولنا كده سيزام الجمع ويولون الدبر بس بصوتك الحلو كده بسم الله الرحمن الرحيم سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدنى وأمر بل الساعة موعدهم والساعة
أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله. انت بتقرا كم جزء في اليوم؟ بحفظ ثلاثة أجزاء في اليوم وأسمع ثلاثة. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. سبحان الذي يعطي. سبحان الله. سبحان من أعطاك يعني. نرجع لفضلتك يا فضيلة الشيخ. بصراحة الحديث بس مع هدية كويسة يعني. هدية منك كويسة بصراحة. ده هذا الشهر الجميل يعني. وأنا بحيي والدك ووالدتك طبعا الأساس إن هم حفظوكي وأختك القرآن وأنت عندك السن البسيط ده يعني. إن شاء الله بوجه لهم التحية وربنا يجزيكم كل خير. بيت كله نور إن شاء الله. ورجائي إن أنتوا تهتموا جدا ب التدبر في القرآن. ده أهم خطوة الآن بقى، لأن مش المهم الحفظ بقدر ما أنت وصلت خلاص نعمة كبيرة أن حفظتي وأختك يعني. فيبقى اللي جاي إن شاء الله التدبر والفهم في المعاني الجميلة. ربنا يبارك فيك يا رب ويكثر من أمثالك أنت وأختك إن شاء الله. تفضل يا أستاذنا. تفضل. إحنا طبعا اللقاء بتاع حضرتك شيق، والدعاء اللي حضرتك قلته لنا عايزين دعاء تاني من شهر رمضان يعني، وبعد كده نطلع فصل ان شاء الله. ان شاء الله. دعاء كده من حضرتك. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين، صلاة وسلاما عليك يا حبيبنا يا رسول الله. يا رب آمنا بالحبيب المصطفى ولم نره، أكرمنا برؤيته في الدنيا يا ربنا. يا النبي ولم نره، نحب رسول الله ونحب أن نسمع عن رسول الله ونحتكم إلى رسول الله ونتعلم من رسول الله، فأكرمنا برؤيته في المنام يا الله. ثبت قلوبنا وأسعدنا برؤية رسول الله في المنام، وجعلنا من أول زمرة يدخلون الجنة مع رسول الله يا الله. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي العربي الأمي الأمين. اللهم احشرنا مع الصديقين والنبيين يا رب العالمين. آمين يا رب. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. آمين يا رب. مولانا أنا بصراحة النهاردة إحنا
الدعاء بتاع حضرتك بيمس القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى. يا رب يجعل حضرتك كده للأمة الإسلامية بالدعاء بتاع حضرتك إن شاء الله يطفي نور تطفي النار اللي جوه المسلمين كلها بان هي بتسمع حضرتك الدعاء الجميل ده والحس والاخلاص الدعاء. يعني لما يكون الانسان فيه مخلص في دعائه بتبقى حاجه قيمه جدا. امين. شكر جدا. واحنا شاكرين لحضرتك النهارده وبنشكر حضرتك لوجودك معانا النهارده في الفقره بتاعتنا النهارده، وبنشكرك يا ندى لإجادتك لحفظ القرآن، والدكتور صلاح بقى هو اللي هتولاكي إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله ووعدنا ومجموعة بوفي إن شاء الله بإذن الله هو اللي هتولى موهبتك إن شاء الله. ونطلع فاصل أعزائي المشاهدين ونرجع بعد الفاصل تاني إن شاء الله.